اهلا استاذ محمد. اللحظة اللي الإنسان بيفكر فيها في الانتحار دي لحظة بتبقى حالتها ايه، او ايه اللي بيوصله للحظة دي؟ الاول حاجه انا بشكرك على شجاعتك ان انت قررت تتكلم في الموضوع ده، انت اللي قررت تتكلم في الموضوع ده مش انا اللي اقترحته، ودي حاجه انا لازم اقولها للناس، ودي حاجه حقيقي شجاعه منك لانه ايه ده انا بفكر ولا ايه؟ لا ما تشار عليك، بس الحقيقه انه دي حاجه كتير من موجوده طول الوقت، والناس بتحاول انه تقول انها مش موجوده، الناس بتحاول تقول انها مش موجوده من اول العيله اللي لما بيحصل جواها حاجه تحاول تعمل تقرير الوفاه حاجه تانية غير الانتحار، انه تعمله هبوط حاد في الدوره لانه الدمويه عار زي ما اجتماعي، لانه عار اجتماعي، لانه طبعا موصوم وصمات كتيره اجتماعيه ودينيه ومجتمعيه، يعني انه مش حاجه لطيفه انه عيله تحيد تتعامل كما لو ان فيها شخص منتحر. تقريبا في خلال ال10 12 سنه اللي فاتت وانا بشتغل طبيب نفسي ما شفتش ولا حاله انتحار في اي عيله تم توثيقها على انها انتحار. فده بيخلينا طول الوقت نبقى عارفين ان الارقام الرسميه اللي بتتكلم عن حالات الانتحار هي بالتاكيد اقل بكتير من الواقع. وده طول الوقت، يعني احنا بنتكلم في 10 12 سنه، دول خبرتي في الطب النفسي، لكن احنا بنتكلم انه الحالات زايده او متشافه، بلاش كلمه زايده لانه مفيش احصاء او دليل او بحث بيقول انها زادت، لكن احنا بقينا بنشوفها اكتر يمكن اخر سنتين ثلاثه مع ضغوطات كتيره الفتره اللي فاتت. فانا بشكرك مره كمان على شجاعتك. طيب نوصل للحظه عشان نبدا الحوار من اخره زي ما بيقولوا، اللحظه اللي بيتخذ فيها الانسان قرار الانتحار. الحقيقه انا عايز اكلم اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي واقول لهم تخيل كده بعد شر عليك او على اي حد بتحبه حياتك تقلت عليك. احنا مش عايزين نبقى قاسيين او نزود الوصمه على الاشخاص اللي بتقدم على فعل صح او غلط، طبعا مش صح، بس يعني فعل شديد القسوه بالطريقه دي ناحيه نفسها، انه قد ايه هم بيحاولوا يتخلصوا من العبء اللي هم شايلينه طول الوقت اللي هو حياتهم، ظنا انه بهذه المحاوله او بهذا الفعل المعاناه ستنتهي. هي دي اللحظة، لحظة محاولة إنهاء المعاناة اللي بالتأكيد بيكونوا حاولوا يوقفوها بطرق كتيرة جدا قبل ما بيبقوا في اللحظة دي. يعني هدي لك رقم غريب شوية، مرعب شويتين، مقلق كتير. في كل سنة في العالم 800 ألف حالة انتحار، 800 ألف حالة كل 40 ثانية، حالة كل 40 ثانية، ودي أرقام منظمة الصحة العالمية لسنة 2016. طيب كل محاولة انتحار من دول قدامها 20 محاولة انتحار ما تمتش، كل حالة انتحار مكتملة قدامها 20 محاولة انتحار ما تمتش، محاولة فشلت. رقم 16 مليون مثلا، بنتكلم تقريبا في 45 او 46 مليون. ده رقم مرعب، رقم مرعب جدا. انا واقف قدام اللحظة، يعني ايه اللي يخلي الفكرة تيجي على الانسان، يعني اللي هو ان ينهي حياته؟ مبدئيا بيبقى وصل للتفكير إيه؟ في الموت او الانتحار من العلامات الواضحه جدا المباشره جدا لمرض الاكتئاب، وكلمه مرض هنا هنحط تحتها 20 خط كبير، لانه مرض يستدعي العلاج ويستدعي البحث عن مساعده متخصصه. عندنا مجموعه من الاعراض اختصارا كده، هم 9 كبار مجموعهم اسمه اكتئاب. مزاجي سوداوي معظم فترات اليوم لمدة أسبوعين أو أكتر، مش عارف أتبسط بالحاجات اللي كانت بتبسطني قبل كده، نومي لخبط إما بالزيادة قوي أو بالنقص جدا أو بعدم الكفاية، مشاكل كبيرة في الشهية إما بزيادة الشهية بشكل مبالغ أو بنقصها بشكل مبالغ مع تغير في الوزن، مشكلات في التركيز وأداء المهام الوظيفية، لو أنا بذاكر مش عارف أذاكر، لو أنا بشتغل مش عارف أشتغل، مش عايز أنزل من البيت، مش عايز أقوم، مش عايز أتحرك، سهولة التعب وقلة الحركة، والإحساس بالذنب بدون سبب أو بأسباب بسيطة، فقدان الدوافع والرغبة في عمل المهام، وكمان الإحساس بقيمة الأشياء والتفكير في الموت أو الانتحار. دي الأعراض الاكتئابية، ودي مرض الاكتئاب. مرض الاكتئاب اللي كتير منه بالكامل، هو مش كتير منه، هو كله جيني عضوي في بعض الأحيان. جيني يعني بيبقى شخص حامل الجين بتاعه بالظبط، إنه إحنا عندنا حاجة بيسميها بايو سايكو سوشيال موديل، او البيولوجي والاجتماعيات والحاله النفسيه، يعني انا وراثيا وارث الاستعداد للمرض، ثم سماتي الشخصيه والظروف المجتمعيه اللي حواليا بتساهم ان الاعراض تبتدي او تظهر او حدتها تزيد.
فبالتالي كوني بفكر في الموت او الانتحار دي علامه بالغه ظاهره جدا واضحه جدا ان انا اروح اطلب المساعده المتخصصه، يعني ادور على طبيب نفسي او اخصائي نفسي ابتدي اتكلم معاه. لو حد عنده كم عرض من الاعراض اللي بتقولها بتاعت الاكتئاب لازم يروح للطبيب النفسي؟ لو حد عنده على الاقل 5 فده يتشخص اكتئاب، ولكن احنا ما بنقدرش نشخص اكتئاب من حوار في تلفزيون او ان حد بيحاول يشخص نفسه. عنده اكتر من عرض ما وحياته فيها درجه من درجات الاعاقه، يعني وهاجي اشرح حالا دلوقتي يعني ايه اعاقه، يبتدي يدور على مساعده متخصصه. احنا عندنا 3 محاور مهمه جدا في حياه كل الاشخاص: علاقتي بنفسي، علاقتي بالناس، المستوى الدراسي او المهني. لو انا وظيفتي الشخصيه، وظيفتي مع نفسي قلت بقى فيها إعاقة، طب وظيفتي مع نفسي إيه؟ مزاجي، حالتي المزاجية، نظافتي الشخصية، المهام البسيطة بتاعتي ما بقتش أعملها خالص، علاقاتي الاجتماعية أو الوظيفة الاجتماعية، أنا كأب ما بقتش عارف أكون أب كويس، أنا كابن بقيت ابن مزعج جدا، أو إن أنا منسحب من صحابي، أو إن أنا مش عايز أشوف حد، أو قرايبي عندهم فرح عندهم جنازة أنا مش عايز أروح. حاجات كده في الوظيفة الاجتماعية حصل فيها إعاقة، أو الوظيفة المهنية أو الدراسية، أنا كبدرس ومش عايز ذاكر وعمال بأجل أو بسقط أو ما بخش امتحانات أو ما بفتحش كتاب، أو كشغل بقالي مثلا شهرين ما نزلتش شغلي. التلاتة دول هم دول الوظائف الأصلية للبني آدمين اللي لو حصل فيهم أي إعاقة دور الطبيب النفسي بيظهر. أروح على طول طبيب نفسي. أروح لطبيب نفسي، أسأل أخصائي نفسي. أنا عايز أشير لحاجة، إنه وزارة الصحة عاملة خط ساخن مجاني للي عايز يستفسر من طبيب نفسي عن حالته، عن وضعه. حافظ الرقم 0800-388-0700. نقوله تاني 0800-388-0700. ده كل يوم من الحد للخميس من الساعة 12 للساعة 4 العصر، مجاني تماما من الخط الأرضي، ويرد عليه أخصائي طب نفسي، حد زيي بالظبط كده في نفس وضعي المهني وبنفس المؤهلات. إمتى يفكر الإنسان في الانتحار؟ حاجات كتيرة جدا. تعالى نقول بس إنه مبدئيا في فرق ما بين قرار الانتحار كمرض وقرار الانتحار كاختيار، وبما إن الشخص بيقدم على ده فإحنا ما عندناش وسيلة إن إحنا نقول هو عمل كده ليه. فأي حد أقدم على هذا ما عندناش أي حكم تماما خالص كبني آدمين على ربنا هيعمل معاه إيه، ما هو لو مريض ربنا هيسامحه. ففي أمراض كتيرة في الشخص اللي فيها بيقدم على الانتحار، زي الاكتئاب، زي الفصام، زي بعض اضطرابات الشخصية. الشخص اللي فيها بيحس ان زي ما قلت كده في الأول حياته تقلت عليه، انه الحياة هي سبب المعاناة، فبالتالي فلأنهي هذه المعاناة. وده طبعا بالتأكيد هي طريقة تفكير مش صحيحة، وبالتأكيد هو احنا بنسميها خطأ او تشوه معرفي، انه بهذه الطريقة انا هنهي مشكلاتي حالا، ولكن هو مريض. بعض الناس بتبقى لا تحتمل الموقف حياتي ضغط عدى عليهم، زي حدث مخجل مثلا كبير، زي يعني تسمع ده عن انه في اليابان وزير اتهموه بالرشوة فانتحر، تمام، لانه ده بالنسبه له حاجه مخجله جدا، هو مش هيقدر يعيش وسط الناس مره كمان. او انه فقد حد عزيز، نسمع انه في السويد فلان مراته توفت بعد وقت طويل جدا مع بعض فاقدم على الانتحار لانه لم يعد يستطيع الحياه بعدها، وهكذا. فاحيانا الانتحار بيبقى اما بسبب مرضي او بسبب عدم القدره على التاقلم او التكيف مع الظروف الحياتيه الضاغطه جدا درجة تمني الموت، وأحيانا تمني الانتحار. الحمد لله احنا ثقافتنا فيها كتير من الحاجات اللي بتمنع شويتين أو بتأخر شويتين القرار الدين. ده الدين حاجة كبيرة منها، الحقيقة حاجة كبيرة منها. وكمان احنا للأسف احنا بنخسر ده بالتدريج، لكن مازال موجود انه الترابطات الأسرية موجودة. يعني بسمع كتير جدا من عملاء، من كلاينتس، انا ما احبش نسمي عملائنا مرضى، يعني لانه بعضهم بيكون ما هو الا محتاج مساعدة مش محتاج وصمة المرض، يعني فانه انا بفكر انهي حياتي ولكن صعبان عليا اللي هيحصل لأهلي بعد ما اموت، صعبان عليا تعب والدتي، صعبان عليا ان ولادي هيبقوا من غير كفيل، وهكذا. فالحمد لله الترابطات الاسريه اللي موجوده دي كمان حاجه بتمنع. في دراسه كمان بتتكلم عن حاجه مهمه قوي، انه كل شخص منتحر حياته خلصت بيتاثر بانتحاره 60 شخص غيره. كل شخص منتحر نفذ الانتحار. عمليه الانتحار 60 شخص بيتاثروا بشده بانتحاره.
من أول الأهل القريبين فالأصدقاء إلى المجتمع المحيط. كام واحد مننا زمايله في الفصل اللي كانوا معاه في ابتدائي وإعدادي وثانوي بيحبوه ولكن تقطعت الأوصال، ما بقوش عارفين عنه حاجة، لكن لو حصل لا قدر الله حاجة شبه كده هيعرفه. كام واحد مننا كان عنده في أشغال كتيرة جدا زمايل وعلاقات قوية جدا وناس بتفتكره بالخير في ظهر الغيب من غير ما يقولوا له أي حاجة، دي ناس بتتأثر لو لا قدر الله حصل الحدث الشبيه. العملية العقلية بتاعت الانتحار للشخص اللي بينتحر بتتم ازاي؟ أكيد الانتحار ده بيتم بيمر بمراحل يعني. الحقيقة أنه أحيانا بيمر بمراحل وأحيانا بتبقى فكرة مندفعة لحظة فالأصل فيها طول الوقت التخلص من المعاناة. أنا حاليا أنا أعاني بشدة وما عنديش حلول تانية للتخلص من هذه المعاناة. هل دي يقابلها هشاشة نفسية؟ ما احنا لو استخدمنا وصف هشاشة هنبقى بنحكم على الأفراد دي بأنهم ضعاف. أنا ما بستخدمش، بس أنا بسألك هل يعني على أساس الحياة الأصل فيها الكبد يعني والمعاناة فطبيعي تبقى ضاغطة ومزعجة اللي أقدر أقوله لك ببساطة أنه مفيش أي شخص في الدنيا، ولا أنا بصفتي طبيب شخصي ولا كل أطباء طبيب نفسي ولا كل أطباء النفسيين، ما عداش عليه وقت بيمر ببعض الهشاشة لو احنا هنتكلم في كده. فهي في الآخر أنه الأمور ups and downs، الأمور فيها صعود وهبوط طول الوقت. أحيانا الهبوط بيطول شويتين، أحيانا المرض يفقدنا الأمل في التحسن أو التغير، لكن الحقيقة التحسن هيجي والتغير هيجي. كل من فكر في الانتحار ولم ينفذ سيأتي عليه وقت ويفكر مرة أخرى؟ ده تعميم مش حقيقي قوي، لأنه في ناس بتفكر والحمد لله الفكرة بتروح وحياتهم بتتحسن بشكل كبير. مجرد طرقتها على الذهن مسألة مقلقة؟ مجرد الفكرة ما هي موجودة ده معناه فورا نتوجه إلى المساعدة المتخصصة، أو ببساطة نكلم الخط الساخن بتاع الأمانة، يعني الأمانة العامة للصحة النفسية دي الجهة الحكومية المسؤولة عن الصحة النفسية. البعض يفكر يكلم صديق أو يكلم صديق. في بعض المعالجين بيستخدموا مصطلح كده لطيف قوي، افضح الفكرة، عريها، طلعها براك، اتكلم فيها مع حد. للأسف ناس كتير من اللي عندهم الفكرة دي بيخافوا ان هم يتكلموا فيها علشان هيسمعوا مجموعة من الجمل الغير مفيدة خالص. يا عم انت ناقم على ايه؟ ايه ده؟ انت ما تشكرش ربنا ولا ايه؟ انت هتموت كافر، انت بس يعني قرب من اهلك شويتين، قرب من ربنا شويتين. الحقيقة في الوقت ده الشخص ده بالتأكيد فكر في كل الكلام ده، بالتأكيد جه على باله كل، مش هيفكر، هو فكر خلاص فيه. في كل ده.